ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ معاكم ندى من قناة ندى بيوتي. النهاردة هقول لكم طريقة حلوة قوي للجاتو شاتو. دي اصلا الطريقة اللي انا بعتمدها من سنين، بجد طريقة سهلة قوي قوي قوي، ممكن اي حد يعملها، وكمان اقتصادية جدا، يعني مش بتكلفك اي حاجة، كلها حاجات موجودة في البيت. على فكرة انا عملت كذا طريقة من الوصفات وكده اللي بشوفها، وكيكات شوكولاتة وكده، الصراحة بيطلعوا حلوين، بس برضو يعني بلف الف وبرجع تاني اعمل الجاتو شاتو ده وبنفس الطريقة دي، يعني انا اصلا حافظها في دماغي. فطبعا لو عجبكم الفيديو، وانا متأكدة ان انتوا لو عملتوا الجاتو شاتو بالطريقة اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي بنفس الخطوات وكده، هيطلع معاكم بجد تحفة وطري جدا، وبجد طعمه يعني وهم بجد. فدلوقتي المقادير سهلة قوي، معانا كوباية دقيق ونص كوباية كاكاو ونص كوباية زيت وكوباية لبن وكوباية كده الا ربع سكر او كوباية يعني، بس انا يعني بحبش السكر قوي، محبش الحاجة تبقى مسكرة قوي قوي، فمفروض كوباية بس انا مقللة حبة صغيرين، وكيس بيكنج باودر وكيس فانيليا وطبعا رشة ملح وحبة خل وبيضاية واحدة. فكمان يا بنات، من كتر ما هي سهله انا طبعا هعملها في الخلاط، واحلى حاجه في الجاتو شاتو ان انتي بتعمليش الصوص لوحده كده، الصوص بتاعها بيبقى من نفس الكيكه، بتاخدي بس كوبايه منه. فدلوقتي هعمل بقى الصوص في الخلاط. بجيب الزيت بحطه كله والسكر وقصدي الكاكاو والسكر، وبعد كده كوباية اللبن، وهخلط كل ده في الخلاط. انا اهو هصب الصوص في كوباية اللي انا كنت حاطة فيها اللبن. شايفين الصوص تقيل ازاي؟ انا حاطة الكوباية اللي جنبها دي عشان ممكن احط كمان حبة، عشان انا بحب الصوص يعني يبقى كتير كده على الكيكة، ممكن او ممكن املاها بقى وخلاص. هي المفروض يعني تشيلوا كوباية واحدة صوص، بس الكوباية دي صغيرة اللي انا يعني معايرة بيها بس كده. فدلوقتي بقى يا بنات هحط بيضاية كده على الخليط ده اهو، وكمان هحط فيها كيس الفانيليا، وهحط كمان يعني كده حبة خل كده صغيرين، مكتروش طبعا، برضو الخل بيساعد ان البيض ريحته يعني ما تبقى ظاهرة خالص، وكمان بيخلي الكيكة كده مرفوعة وهشة اكتر. دلوقتي هخلط الصوص ده مع البيضة وحبة الخل وفانيليا، بعد كده هحط الخليط اهو في طبق، اي طبق عندك. اهم حاجة يا بنات ان البيضة تبقى في درجة حرارة الغرفة، يعني لو هتعملي كيك او كده طلعيها حتى قبلها ب3 ساعات من التلاجة، واللبن لا اما يبقى دافي لا اما يبقى عادي برضو بدرجة حرارة الغرفة. نبتدي بقى اهو، هحط بعد الكارثة طبعا اللي انتوا شفتوها دي عملته بقى بمصفة تانية. دلوقتي بقى هحط اهو، هخلطه بقى بالراحة، اهم حاجة ان انتوا تخلطوا يعني الخليط بالراحة من تحت كده لفوق وبهدوء، فهخلطه حلو بقى وهوريكم طبعا القوام بتاعه بقى عامل ازاي. هو يا بنات خلطت الخليط حلو قوي. في بقى تركة كده حلوة، تجيبي حبة مية سخنين كده خالص مغليين من الكتل، وتروحي بعد ما تخلطي الخليط كله كده تروحي حطاهم فوق الخليط، يعني اقل من ربع كوباية، هيخلي القوام بقى بتاعه خفيف كده وحلو وطعمها بجد تحفة. جربوها بالطريقة دي وبجد هتعجبكم. واهم حاجة يا بنات بقى في النجاح يعني اي كيكة، ان انت تبقي مشغلة الفرن قبلها كده بمدة على 170. شايفين بقى القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ تحسيها هتطلع كده طرية وجميلة يعني. هي بنات الصينية انا حطيت فيها زيت بس، ما حطيتش دي عشان انا كده كده هاكل يعني الكيكة دي من بالمعلقة كده، يعني مش هخرجها، مش هحتاج ان انا اخرجها اصلا من الصينية.
وطبعا انا مجهزة الفرن من بدري، من اول ما بدأت اعمل الكيك مجهزة فيه الفرن. اهو يا بنات ده شكل الكيكة قبل ما تدخل بقى الفرن. دلوقتي هدخلها وهوريها لكم اول ما تخرج. بصوا بقى يا بنات اهي الكيكة بعد ما طلعتها، شايفين بجد الجمال؟ حلوة جدا جدا بجد وطرية جدا. يعني بصوا هعمل لكم كده، شايفين؟ شايفين بتطلع كمان ازاي؟ بجد حلوة قوي، جربوها. دلوقتي هجيب اللي هي الستيك دي وهقعد اخرمها، هخرم الكيك بقى كله. فضيت بقى عليها الكوباية الصوص اللي انا كنت سايباه، شايفين بجد الجمال؟ حلوة قوي 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 صراحة، بحبها قوي. يعني انا مستنيها تخلص كده بفارغ الصبر عشان عايزة اكل منها. بس تفردي كل ايه بقى الصوص ده عليها كده على وشها، واحلى حاجة في الصوص ده انه تقيل كده، مع اني برضو بحب الصوص الخفيف انه بيدخل بقى في الكيك كله. بجد يا بنات جربوا الوصفة دي هتعجبكم جدا بجد، واكتبولي طبعا في الكومنتات اي حد يجربها يكتب لي عملت ايه معاه وكده. بس انا واثقة انها هتنجح وبجد هيعتمدها بعد كده، سهلة وما بتاخدش اي وقت، في ثانية تعملها. اهو يا بنات شكلها بعد ما عملت حطيت عليها الصوص كله. انا طبعا قلت لكم اني هاكلها بالمعلقه، فانا هدوق بقى واقول لكم. طبعا شايفين الصوص غرقان فيها بجد، طعمها بجد رهيب. فطبعا لو عجبكم بقى الفيديو يا بنات اعملوا لايك واشتركوا طبعا في القناة.